بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولعل الكثير من الأشخاص الذين يريدون استخراج كشوفهم الخاصة بشهادة البكالوريا لسنة 2028 وقد عنونت لكم هذا الفيديو بفيديو عاجل، ليس لأنه عاجل، ولكن ربما هذا الموضوع لم يطرحه منشئ المحتوى أو لم ينشره منشئ المحتوى الآخرين، أو ربما الكثير من الأشخاص الذين اجتازوا شهادة البكالوريا 2022 يبحثون عن الكشف ويتساءلون عن إمكانية استخراج كشوف النقاط الخاصة بشهادة البكالوريا 2022 من عدمها. ولكن يجدر التنبيه هنا بالنسبة لاستخراج كشوف النقاط الخاصة بشهادة البكالوريا 2022 من الإنترنت يكون فقط للراسبين وليس الناجحين. وسوف أقرأ على مسامعكم ما هو مكتوب وما هو مدون في الموقع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو الخاص باستخراج كشوف النقاط الخاصة بشهادة البكالوريا 2022. وفيما يخص انتهاء مدة استخراج كشوف البكالوريا السنة 2022، فقد أدرجنا فيديو في وقتها وفي حينها، بمعنى إبان النتائج الخاصة بشهادة البكالوريا. سوف ينبثق لكم الفيديو في الدائرة البيضاء على يسار الشاشة، انظر إلى الدائرة البيضاء على يسار الشاشة. سوف أقرأ على مسامعكم ما ورد في الجزء العلوي من هذا من الموقع. بالنسبة للموقع هنا يكشف في الأعلى نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2022. هنا يتمنى السيد وزير التربية الوطنية النجاح لكل المترشحين. هنا احجز رقم التسجيل، هنا المقصود احجز رقم التسجيل في احجز رقم التسجيل لبكالوريا 2022 التي مضت ورقم السري، واجب عن سؤال ثم انقر على زر استظهار نتيجة. فكما هو معروف وكل ما انشر فيديو او كل ما تقطع او كل ما نكون على لما نكون في نتائج البكالوريا او حتى شهادة التعليم المتوسط نقوم بالشرح ونقوم باخباركم كيف تقومون باستظهار نتائجكم او الكشوف، ونقول دائما احجز رقم الكسر رقم التسجيل الذي تجده الاستدعاء ورقم السري وعليك الاحتفاظ به، ومن ثم تجيب على سؤال طبعا سهل، ومن ثم تقوم باستظهار نتيجة. لنكمل القراءة، أين أجد رقم التسجيل؟ هنا مكتوب أين رقم ورقم السري، هذا رقم التسجيل ورقم السري مدونان على الإسراء الخاص بإجراء الامتحان واستمارة التسجيل في حال ما إذا سجلت في المدرسة أو الثانوية أو إلى غير ذلك وأعطوك الاستمارة تجد فيها رقم التسجيل ورقم السري. ملاحظة، هنا كتبت ملاحظة كشوف النقاط في كشوف، بمعنى ملاحظة متعلقة بكشوف النقاط في اليوم الأول من إعلان النتائج بإمكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائج مختصرة. بمعنى في وقتها فيما سبق في البكالوريا 2022، في اليوم الأول تقوم بالدخول للموقع، من ثم تقوم باستظهار نتيجتك لتعطيك نتائج مختصرة. هنا مكتوب الملاحظة الخاصة بالراسبين، ابتداء من يوم 17 جويليا 2022 بإمكانك، هنا هذا فيما سبق في 17 جويليا بإمكانك سحب كشف النقاط. انتبه هنا مع الملاحظة، انتبه الموقع سيغلق في حدود 17 أوت 2022 الذي مضى، والغرض من هذا الفيديو بعد انقضاء فترة استخراج كشوف النقاط، ها نحن نأتي اليوم لنجد أن الديوان الوطني للتعليم
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أدرج كشوف نقاط في موقعه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو في قاعدة بيانات موقعه ليتيح إمكانية استخراج كشف النقاط للناجح. كشف النقاط هنا مكتوب للملاحظة للناجحين تسلم لهم عبر مؤسساتهم التي كانوا يدرسون بها طبعا، وهذا فيما مضى، والأحرار في من مديريات التربية من مديريات التربية أحرار مراسلة وإلى غير ذلك. هذا كل ما هو متعلق بهذا الفيديو، سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو، وهناك ملاحظة بالنسبة إلى رابط التسجيل، وكما شرحنا كذلك في فيديو سابق كيف تقوم باستخراج باستخراج كشف النقاط للسنوات السابقة. سوف ينبثق لك كذلك الفيديو في الدائرة البيضاء على يسار الشاشة، انظر إلى الدائرة البيضاء على يسار الشاشة على يسار الشاشة. سوف بالنسبة إلى الرابط، في حالة ما إذا قد اتبعت الفيديو الذي أنا ذكرت أنه سينبثق في الدائرة البيضاء الآن على يسار الشاشة، بالنسبة إذا دخلت إلى الموقع، الآن إذا دخلت إلى الموقع إذا دخلت إلى موقع الخاص باستخراج كشوف النقاط أو كشوف النقاط الخاصة بشهادة البكالوريا 2022 عبر الموقع www.back1onac.dz هو متاح الآن، وربما يبقى متاح هذا الرابط عند الدخول من عليه، يبقى متاح إلى غاية البكالوريا المقبلة. بمعنى انك عندما تقوم www.back1onac.dz عند الدخول سوف تنبثق لك او بامكانك استخراج كشوف النقاط بالنسبة للراسبين لسنة 2022، وفي حالة ما اذا وصلنا او جاء وقت البكالوريا 2023 هذا الرابط يصبح للبكالوريا 2023 ويتاح لها مجال ويغلق المواقع كذلك قبيل إدراجه مجددا في موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وعليه من الآن إلى غاية 2023 أو بكالوريا 2023 بإمكانك الدخول عبر الرابط back1onac.dz لأجل استخراج كشف النقاط، أو بإمكانك استعمال الرابط الجديد الذي هو طبعا واحد، هو عبارة عن هناك رابط في شكل IP طبعا كما شرحته في فيديو استخراج كشف النقاط السابقة. بإمكانك كذلك أن تقوم بالرابط بالدخول للرابط، وعبارة عن IP وإلى غير ذلك تكتب بالنسبة عندما ينقضي هذا الرابط، بمعنى تنتهي فترة هذا الرابط، أو بإمكانك حتى الآن تقوم بالدخول عبر هذا الرابط، تكتب في شريط العنوان في شريط جوجل في شريط العنوان تكتب 41.201.0.46 و/// عبارة عن خط مائل لليمين، ومن ثم تكتب ROS، ومن ثم تكتب 2022. وإلى هنا ينتهي الشرح. أرجو أن يستفيد الجميع، وأي استفسارات اكتبونا في التعليقات خاصة بكشوف البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم الابتدائي أو أي مشكلة اكتبوا لنا في التعليقات، وإن كانت مشكلة طبعا ويعاني منها الأشخاص كثير من الأشخاص وإلى غير ذلك ولم يتح لها حل، سوف نقوم بمجهوداتنا وسوف نتواصل مع المصالح وسوف نقوم بإيجاد حل لهذه المشاكل التي تواجهكم فيما يتعلق بكشوف النقاط. وطبعا
طبعا سوف يكون لنا طبعا طبعا يكون سوف يكون لنا طبعا بحث وتواصل وإيجاد حل لمشكلة هي أرقت الكثيرين، ألا وهي كشوف نقاط لسنة 2019 بالنسبة للبكالوريا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.